أعتقد يعني لما أعلن رئيس الاتحاد الدولي مشكورا على ترشيح الكويت وعمان، ومشكورة دولة قطر بمشاركة الكويت وعمان في عدد من المباريات، وحال رفع العدد إلى 48 إن شاء الله راح يكون التصويت عليه يوم 5/6، وهو هذا اليوم يصادف عيد الفطر السعيد إن شاء الله، وإن شاء الله يتم إقرار هذا التوجه من قبل رئيس الاتحاد الدولي، يكون العيد عيدا بإذن الله للرياضة الكويتية. ويمكن بهذه المناسبة أقدم للتهنئة لحضرة صاحب السمو سمو العهد ورئيس مجلس الأمة وأعضاء البرلمان والحكومة الرشيدة، ومثل ما قال سعادة رئيس مجلس الأمة، نعتقد هذا الحدث يتطلب من الآن اجتماع مع الحكومة وتشكيل فريق عمل على مستوى عالي باستعداد لهذا الحدث العالمي الكبير، لأن قدامنا 3 سنوات، فإن شاء الله الكويت وأهل نعم الكويت. ولكن عفوا، هل هناك شروط معينة فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على الكويت ويجب تنفيذها حتى يتم هذا القرار؟ يعني الكل يعرف أن قبل شهر من تاريخ اليوم تقريبا حضر رئيس الاتحاد الدولي إلى الكويت، وكان تشرفت في لقاء مع حضرة صاحب سمو الأمير، وأبلغ سمو الأمير أن في فكرة في حال موافقة قطر أن الكويت وعمان تكون من ضمن المنظمين لعدد محدد من المباريات، وأبدأ حضرة صاحب السمو الأمير دعمه المطلق للاتحاد الدولي ودولة قطر في المشاركة. لم تتحدث حاليا الشروط، والأمور كثيرة طبعا راح تكون، لجان كثيرة من الاتحاد الدولي راح تأتي إلى الكويت في حال إقرار هذا الموضوع. يعني عندما يقر بشكل رسمي ستأتي هذه الشروط تباعا بعد ذلك؟ يعني أعتقد خلال أسبوعين القادمين راح يكون لنا اجتماع مع الاتحاد الدولي، لأن أنا أيضا هذا الخبر تلقيته باتصال يوم أمس أنه سوف يعلن هذا الخبر من سيد ماتيوس هو المراقب والمدير لمكتب الرئيس، فإن شاء الله الأمور طيبة، وأبشر أهل الكويت إن شاء الله راح الكويت تشارك بكأس العالم بإذن. طيب الشيخ أحمد، هل فعلا الكويت قادرة على الاستضافة في ظل ضعف الإمكانيات والملاعب والمنشآت الرياضية، وهل يمكنها بناء استادات رياضية قبل كأس العالم؟ ما في شك، يمكن اليوم الكويت عندنا احنا استاد جابر الدولي وهو من افضل الاستادات في العالم. نعم. اكيد الكويت واهل الكويت في حدث مثل هذا الحدث وباوامر سامية باذن الله تكون من حضرة صاحب السمو، اعتقد الكويت قادرة بان تشارك وتنظم هذا الحدث، والكل لازم يعرف ان يوم ما تتوفر كل المنشآت بالكويت والبنية التحتية المطلوبة لتنظيم هذا الحدث، ترى راح يكون المنظمين من قبل الاتحاد الدولي بالتعاون مع الشباب الكويتي القادر على العمل على مثل هذا التنظيم. فإن شاء الله يعني خلال أسبوعين الجايين راح نعلن الخطوات القادمة بعد ما نجتمع مع الحكومة وأيضا حضرة صاحب السمو بإذن الله. نعم، وهل سيكون هناك تعاون مع قطر في هذا الصدد؟ ما في شك، يعني إذا صار هذا الحدث راح يكون التنظيم تحت مظلة دولة قطر مشكورة والاتحاد الدولي. الكويت يوفر الإمكانيات، وأيضا المنتخب طبعا ما في شكل الكويتي في حال رفع العدد إلى 48 راح يكون عدد أعضاء قارة آسيا 8 فرق، فما في شك أنه راح يكون الكويت وقطر وعمان يدخلون من غير تصفيات، ويبقى التصفيات لعدد 5 دول. نعم، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، شكرا جزيلا لك.